السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي القناة، أهلا بحضراتكم، كل عام وحضراتكم بخير. إن شاء الله هنشرح العباية دي النهاردة، هتنفذها إزاي وهتاخد قماش قد إيه. من كل لون هتاخد متر قماش عرض 150، يعني هتجيبي 3 متر قماش كل متر لون. تعالوا كده نشوف خطوات العمل. ده كده 3 ألوانات كل لون عرضه 150 متر، عرضه 150 عشان يبقى من الإيد للإيد، يعني شايفين كده يبقى من مفرده كده هيكفي من عند الإيد للإيد التانية. تمام. طيب كل لون من دول هعمل فيه إيه؟ هقسمه من النص، يعني الأحمر ده همسكه كده هقسمه كده عشان يبقى جزء للامام وجزء للخلف. الازرق برضو هقسمه من النص، والاخضر برضو هقسمه من النص. هنا العباية بعد ما تتخيط هتبقى الطول بتاعها حوالي 146 سنتي، 145. لو عايزة اكتر هزودي عن 3 متر، يعني كل يعني في متر منهم بدل ما يبقى متر يبقى متر وربع مثلا، وليكن اخر لون فيهم على اساس ما تبقاش قصيرة، لان طبعا الوصلات دي هتاخد من الخياط من الاطوال بتاعتها. هبدأ اوصل كل 3 ألوان مع بعض بالترتيب كده. تمام. كده وصلت لونين، هوصل اللون الثالث. تمام. وصلت كده الالوانات ببعضها، هنبدأ نحط الطبقة والطبقة التانية اهي، هنحطهم كده فوق بعض، بس طبعا لازم تكوي القماش عشان يتفرد. تمام. وبعدين هنطبق كده، تطبقوا كده طبقتين اهم، هنطبقهم كمان طبقتين، هيبقوا 4 طبقات. خلاص طبقناهم 4 طبقات، هاجي من هنا وهاخد 8 سنتي، من هنا لهنا 8 سنتي. طيب النزول بتاعي هنزل 2 وهنزل 9، هعمل علامتين، علامة عند 2 للحردة الخلفية وعلامة عند 9 للحردة الأمامية، هوصل كده. تمام كده. هنزل بقى بميل الكتف، هنزل حوالي 8 سنتي من هنا او 6 7 سنتي، هنزل 8 سنتي من هنا وهاخد كده ميل الكتف للاخر. هنا هاخد حوالي 18 سنتي، هي فيها كشكشة خفيفة، كشكشة خفيفة خالص عند الاسورة، هنزل. وبعدين القماشة واضح ان فيها سنة ليكرا، هاخد كده كشكشة خفيفة هنا، يعني هنزل كده من هنا لهنا حوالي 18 سنتي اهو، وهدخل دخلة بسيطة خالص كده حوالي من 10 لـ15 سنتي، دخلة كده بسيطة، وهنزل كده خط مستقيم اهو، شايفين كده كده. هبدأ أقص، هي سهلة جدا. هنقص الحردة الخلفية للرقبة الأول، وبعدين نيل الدراع والكتف اهو، بعدين الدخلة دي، لما افردها هتبقى بالشكل ده. هاخد واحدة منهم واعملها حرد امامية للرقبة، تبقى بالشكل ده. اول حاجة هتقفلي الخط بتاع الكتف ده، هتقفلي دول، وبعد كده هنركب الاسورة.
بعد ما خيطت الاكتاف هنجيب الاساور اللي هيبقى طولها كده من هنا لهنا حوالي 10 سنتي. طبعا هتبقى طبقتين، الصورة طبقتين، يعني هتبقى كده من هنا لهنا عشان الخياطة 12 سنتي، ومن تحت 12 سنتي زيهم، يعني 24 سنتي. اهي هتبقى كده الاسورة اهي اهي، هتتخيط بقى وهي مفتوحة كده. خيط الاسورة ونشوف بقى هنركبها ازاي. بعد ما خيطنا الاسورة هنروح قلبينها كده تانيينها طبقتين اهو. وطبعا الاساور دي هتطلع من الحردات اللي احنا حردناها كده من الجناب. تمام. وزي ما قلت ممكن اخر لون اطوله شوية، لو عايزة العباية اطول من 150 اخلي اخر لون يبقى 1.25 متر مثلا. طيب هنا الاسورة يا جماعة القماشة فيها لكرة، فالاسورة من هنا ماسكة في الايد كده خلاص. هظبط الوسخ ده كده هحطه من هنا، يعني هتبقى من هنا جاية على ضيق كده على ضيق كده، وتطلع على واسع وتتخيط تتخيط بقى كده، تبقى بالشكل ده. هضيق الاسورة من هنا على قد المعصم ونخيط. بس خيطتها كده، تعالوا نشوفها من على وشها الشكل النهائي للعباية. كانت بسيطة جدا وسهلة، تقدروا تنفذوها ان شاء الله بكل سهولة. يا رب الشرح يكون عاجبكم. نحط كده على النموذج الصغير اللي انا بصور عليه، اهو شايفين كده بتبقى من هنا لهنا. يا رب الشرح يكون عاجبكم ان شاء الله تنفذوها بكل سهولة. ان شاء الله نتقابل في موديلات تانية جديدة، انتظروني. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.